تناول في هذا المؤلف الجديد الوضع في الجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي إلى نهايته وتطور العلاقات المغربية الجزائرية في سياق عدم الاستقرار السياسي الذي يميز الجزائر منذ أكثر من 3 عقود والذي يحول دون تطبيع العلاقات بين البلدين تطبيعا مستداما مستمرا وقارا. أعتقد شخصيا أن عدم الاستقرار لدى جارتنا الشرقية يعود إلى تحكم الجيش في صيرورة هذا البلد والوقوف سدا منيعا ضد دمقرطة البلاد. رغم تضحيات الجسام للشعب الجزائري في سنة 1987 في سنة 1988 وخلال العشرية السوداء وخلال الحراك حيث تعرض الربيع العربي الذي كانت الجزائر أول حلقاته سنين قبل تونس إلى رد وتصد دموي ذهب ضحيته آلاف الجزائريين. وأعتقد شخصيا أن الديمقراطية في الجزائر ديمقراطية أن دمقراطة الجزائر دمقراطية حقيقية تبقى رهان اليوم وذلك بعودة الجيش إلى الثكنات وإرساء ديمقراطية حقة تمكن مختلف شرائح الشعب من التعبير الحر عن آرائهم حول الشؤون الداخلية والخارجية. إن عدم الاستقرار المستمر في هذا البلد الذي يحكمه الجيش من وراء الستار يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون السياسية ويلحق ضررا بليغا بالشعب الجزائري قبل كل شيء حيث هدرت طاقاته في مجالات لا تهمه ولا تنفعه وألحق كذلك ضررا بالجوار والأخوة العربية والإسلامية والمغاربية. تقديم هذا الكتاب يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الذي يندرج فيه خاصة وأنه تطرق إلى مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالوضع الداخلي في الجزائر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك التحولات التي حصلت في هذا البلد ابتداء من احتجاجات أكتوبر 1988 ثم كذلك الكتاب يطلعنا أو يضعنا أمام الثوابت البنيوية التي تميز النظام السياسي والمؤسسة العسكرية في الجزائر خاصة فيما يتعلق بالهيمنة المطلقة والتحكم الكامل للمؤسسة العسكرية في تحديد الاختيارات الكبرى وفي رسم معالم ومسالك الدبلوماسية أو السياسة الخارجية. ثم أن العسكر بالرغم من أنهم عادة ما يقترحون أو يفرضون رئيسا مدنيا كواجهة سياسية لكنه في الواقع الأمر هم الذين يتحكمون في مختلف المسارات وفي مختلف الاختيارات وفي مختلف السياسات المتبعة في الجزائر. الكتاب يعني بالنظر إلى الفترة التي يغطيها 2019 و2022 يعني يتطرق إلى مختلف المنزلقات والصراعات داخل المنظومة السياسية في الجزائر وكذلك العلاقة المتأزمة المتورمة التي لم تستطع أن تخرج من النظرة التقليدية النظرة الدوغمائية للنظام الجزائري تجاه المغرب على اعتبار أن المغرب يعني في منطق ومنطق وتصور المؤسسة العسكرية والسياسية في الجزائر هو عدو كلاسيكي محتال وأنه يعني يعادل إلى حد ما نوع من الخطر الذي يقيم في المتخيل السياسي والعسكري الجزائري. ثم أن الكاتب باعتباره مطلع وخبير ومتخصص وملم بالبنيات وبالآليات المتحكمة في اشتغال النظام السياسي والعسكري في الجزائر ومعرفته بالوضع الداخلي الجزائري ومختلف المسارات والمحطات التي اجتازتها الجزائر من 1962 وصولا إلى يومنا هذا يعني يقدم لنا ما يشبه نوعا من التشخيص الدقيق لأنه كان مسؤولا عن مكتب المغرب وكالة المغرب العربي للأنباء لمدة 10 سنوات وهذه المدة كانت كافية لكي يعرف وكي يطلع ويملك نظرة متكاملة الأركان والعناصر بخصوص
المجتمع الجزائري والإعلام الجزائري والمؤسسة العسكرية والنظام الاقتصادي ومختلف التصورات التي يعني تحدد علاقة الجزائر مع الجوار بما في ذلك المغرب، ولأن عدم الاستقرار السياسي في الجزائر لا يؤثر فقط على الوضع الداخلي فإنه يؤثر على الجوار وعلى الدول المحادية للجزائر، فطبعا عدم هذا الاستقرار السياسي يؤدي بطبيعة الحال إلى إدامة القطيعة مع المغرب، ما دام أن هذا النظام لا يؤمن مطلقا بديمقراطية المؤسسات وبالحريات وبحقوق الإنسان وبكذلك بحسن الجوار.